تمام ما في عوجة. كيف اخبارك؟ شنو؟ الحمد لله الحمد لله. عمتك كيف عليك؟ الله والله يا عمتي تعبانه، الحركه في تلتله. الله يدي العافيه، والله الله يدي العافيه ان شاء الله يا رب. ربنا يشفيها. فوزيه الحراميه؟ لا لا انا مزاهر. الله يديك العافيه ان شاء الله. انا مزاهر. شنو مزاهر؟ السوق ماله؟ قلت لك انا مزاهر. عمتي الله يرضى عليك، مش لازم تفتحي كويس، افتحي شويه كده، انت بتقوى وبجيك. سامح يا ربي سامح. الله يديك العافيه عمتي. يا احلى المقلقه مسكينه. حي الله يديها العافيه. كل عليا اكو بلك معلقه عادي، ما هناي عادي يعني وسط كده. صعبه يا عمتي. رح الله يديك العافيه. كده مره انت ما قادره تمشي يا عمتي. زلمتها مزاهر. اجي عليك الله ما تزعلي يا مزاهر. انت عارفه عمتي دي مره كبيره والمرض متعبه، ربنا يهون عليها. لا لا ما مشكله، مشي لها. والله اصلا النسوان لما نصل العمر ده بيبقى مرضين كتير، بس الله يقدرنا ونصبر عليهن. انا ماشيه. تسلمي يا مزاهر، ما قصرت والله، انا عارفاكي زوله عاقله. كده نسالك، انت نسوان الحله دي وين قاطعين خبرهم؟ قال لي اصلا ما في لهم صوت. والله سمحتوا، قال عندي اجتماع. عمتك بتكورك ليك، انا ماشيه. طيب تسلمي يا مزاهر. يا عمتي قومي، شنو انت تعبانه؟ ما قلت لك ما تقومي من سريرك. بس ده واجعني، ماشى علينا ناس العازه بشرب لي عندها جبنه. يا عمتي انت نسيتي العزه؟ العزه ماتت لها 5 سنين. العزه ماتت لها 5 سنين وقعت في البيت، تتذكري؟ وكمان وقعت في البيت وما كلمتيني؟ يا حاضر قلبك الاسود، ليه ما كلمتيني؟ معلش يا عمتي غلطانه، انا غلطانه. خلاص روحي خشي جوا. ما بخش جوا،
بمشي على بنتها بدور، هاي بمشي على بدور بعزيها. بدور ما ماتت لها 4 سنين عضاء الكلب يا عمتي. كمان بدور برضه ماتت وما كلمتيني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. هاي هاي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. غلطانة يا عمتي غلطانة. بمشي على ناس سعدية في البيت الكبير. يا عمتي سعدية دي ما ماتت لها 6 سنين، انت ما عارفة ولا شو؟ سعدية برضه ماتت لها 6 سنين. مسكين عيالة. عمتي شادية مسؤولة لجنة الإعلام في ناي إعلام في لجنة الحي في شنو في شنو في شنو؟ أنت مالك قاعدة في ضنانك؟ قاعدة في البرندة نايمة صحيتيني يا أخ. لا أنا قصدي أنت مالك ما جيت الاجتماع. اجتماع شنو في شنو؟ كيف في شنو؟ أنا رسلتني لك نفيسة الرئيسة قالت لي تمشي لصافي دي تجيبها في يدها وتجي في شنو؟ اجتماع طارئ. اجتماع طارئ بخصوص شنو يا أخي؟ حاجة شول ماتت؟ لا يا أخي لسه. عشان كده نحن دايرين نرتب لها العزا والدافنة ومراسم البكا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خلاص يا خلاص مش خلينا نطوس وشي بموية ويجي لحقاك. أمشي قدامي يا أخي. لا أنا قال لي يا أخي فيك. أمشي قدامي ممكن أطوس وشي بموية ويجيك إن شاء الله بركة فيكم مقدمة. ها؟ مين ممشي خلاص كويس. أقول يا أخي يا عمتي. ان شاء الله تطيب وتقومي بعد الحال. انا ما عندي بلاك يا كده هاري مسنود عليه. انا فاهمة في حاجة. انا في الكوري بحتاج نتكلم ما عندنا كلام واضح. اسكت انسكت حسكا. خلونا نكمل اجتماعنا. ده المغرب دخل شغالات تورجغل ما في انجاز. معلش نقطة نظام لو سمحتي ما تقولي انا حريم تاني. كيف تقولي انا حريم يا اخي؟ احنا سلة من النساء المستنيرات قائدات المجتمع النسوي الذي ينظم من اي قطاع. اقعدي بلا سلة بلا جردل. ده ما وقت الكلام ده. خلونا في المرة المصنقعة الدار تمودي. تمام انا شايفة انه احسن نخلي اقبال مقرر اللجنة تطلب علينا التكاليف وبعدين نقسم الناس لمجموعات مش احسن؟ احسن احسن كلام احسن كلام. فعلا احسن كلام يتقال. احنا كده نساء عمليات ثوريات. راح يا اقبال يلا دقيقه يا اخوات انا اعترض. لا 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 والله يا سعاد يا بنتي انا دي عظيم خلاص ايامي في الدنيا دي انتهت. العمر بيد الله يا عمتي وما في زول بيمشي قبال يومه. صحيح عمتي سلمي كل علي يا عمتي. سيب حنكك. احي جلد التجهيزات الخيمه والكراسي مسؤوله منهم تهاني وعفاف. الفطور والغدا والعشاء اقبال بمعاونه بتول وسعاد.
لجنة الدافنة صافي وشوشو. طيب لجنة الفشخ. نعم الفشك. نعم الخشف. نعم الكشف. الكشف. لا ده مسؤولية سيادية، حاشرب عليه وانا بشكل مباشر. لا ما اوكي. واحدة منكم تتصل تشوف الروح مرقت ولا لسه؟ ما عندنا رصيد. نعم؟ لو تلاقي الحمد لله. ان شاء الله يدفنك يا يما الكتاح اللي دفنت حبيبتي مدينة في الخلا. حكومة اتأخرت في اجتماعكم ده لآخر الليل. حالتان المستنيكة تيجي تحرس لي البيت. قلت امشي اشوف حاجة الشول. يا حليلة سعاد. قلبه مقطوع عليها. ما يا هدى ذاته سبب التاخير. قايته كان الله غدر وماتت باقي الليل ده ما عارفين نتصرف كيف. اها وبقيت انا على شنو في اجتماع كان ده؟ لكن صبروني يا بنات امي، كمان الموت دار له تصرف. كيف ما دار له تصرف ونحن حلا ما عندنا رجال؟ اها كان ماتت ما نعرف نستر جنازتنا. والله كلامك صحيح. الفاتحة ماتت خلاص؟ maybe yes maybe no so so الفاتحة. آمين. عمتي 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 جابني معاكم شنو؟ مش كان امشي محل الطقه والطيبات؟ ولا كان امشي محل الناس اللي بيجهزوا الكفر والحنوط؟ يعني انت كلام اختاروك ساي يعني؟ اختاروك عشان جمالك؟ وعشان عضلاتك ديل؟ عشان مفتله؟ عشان تعفن لنا ودلحت؟ والله انا قول عواليق ساكت، لا بعرف ودلحت ولا بعرف مطموره، يخربني. يا زول هي جوجل ده ما خلى حاجه يا زول. انا دخلت جوجل وفتشتها كيف فتح فيها ودلحت وعرفتها، بس الحكومه مش حكومه. راح نمشي بس يا اخواتي. الشفقه شنو؟ المرحومة تخلين جازفة الصباح صباحات وبيوت. المرحومة جازفة الصباح ما قلت كرام الميت دفنه. يا شفيفة ما تحسري يعني عليك الله. اسمعيني اسمعوا يا شباب عنه. انا شايفة انه شنو يعني المرحومة دي احنا نقوم شنو يعني نقوم نحفل لها ودل لحد هنا كيف هنا في الطراوة كده ليه يعني عشان هناك المغبرة الزحمة ونخش كده ما تعرف الحجار ولا الشواهد المصدية دي خلينا برا بعدين المرحومة ذاته حتة فسحة واسعة كويسة مش احسن هنا؟ لا نحفر هنا مش؟ لو احفر طيب احسن هنا. اقول لكم احفر 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 كويس. سجابي داك شنو؟ 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 لا 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 فكري 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 صافي؟ ما شغل يخشى عليك دايرات تفوت النادر الجنازة انت فيه عليكي هل ماتت منه؟